الحياة والسمنة، يا ترى تخنت في أي وقت من حياتك وفي أي مرحلة من حياتك؟ طبعا دي بتبدأ بقى من مرحلة الطفولة ما قبل الطفولة وحتى مرحلة كبر السن. يا ترى أنت وزنك زاد في أنهي مرحلة من هذه المراحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا متابعي لو نفسك تخس في كل مكان وزمان. وإزيكم يا أبطال؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة من غير دهون زيادة، وإن شاء الله بإذن الله الكل يستمتع بالرشاقة. تعالوا ندخل في الموضوع على طول. وكتير منكم للأسف الشديد وزنه زاد في مرحلة ما من حياته، ونتيجة لأخطاء بقى، سواء بقى أخطاء من الجو المحيط بينا أو أخطاء منك أنت شخصيا أو أي شيء، فبيحصل زيادة في الوزن. هنتكلم عن الأخطاء الطبيعية، يعني شيء طبيعي حصل لك كده في مراحل حياتك. أول حاجة مرحلة الطفولة. هنقول بقى مرحلة الطفولة دي يعني يمكن حتى سلوك الأم تجاه طفلها وهي حامل فممكن يؤثر على الطفل وعلى وزن الطفل، وبعد الحمل برضو، وبعد الولادة قصدي، وبعد أثناء الرضاعة وما بعد الرضاعة والكلام ده كله، وسلوك الأم نفسها قدام الطفل. أكيد الأم لما هيلاقي الطفل أمه عمالة تاكل أكل غلط أكيد هيطلع زيها برضو بياكل الأكل غلط، وهتلاقي إن هو عنده نهم شديد. وللأسف الشديد أنا شفت أطفال، وناخد بالنا قوي من النقطة دي لأن أطفالنا أمانة في إيدينا، أمانة وربنا هيحاسبنا عليها. يعني إني لقيت أطفال كتير جدا أهليهم بيدلهم أكل غير صحي بالمرة، اعتمادهم الكلي على الأكل الغير صحي، مشروبات غنية بالسكر والمواد الحافظة، حلويات مليئة بالمواد الحافظة، شوكولاتات، ما بياكلش أكل طبيعي، حتى يوم ما يجي ياكل بياكل أكل من بره. نيجي بقى للمرحلة التانية وهي مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة بقى يعني هنقول بقى المرحلة اللي الواد فيها ايه، عايز يعيش دور الشبحانة والروشانة، عايز بقى ينزل بقى الشارع ياكل هو واصحابه، يروح بقى ياكل في محلات الجانك فود، او نقول بقى ان المحلات بقى اللي هي ايه بتقدم الوجبات السريعة. الوجبات السريعة اللي طبعا يعني كتير مننا ويمكن انا واحد من الناس دي، بس على ايامي ما كانش فيه يعني، او هنقول بقى كان المحلات الوجبات السريعة كانت قليلة قوي، فكنا بنروح بقى نعك بقى في حاجات تانية، يعني نضرب مثلا جمبري مقلي، نضرب مثلا مش عارف حواوشي وكفتة مشوية وطرب ومش عارف ايه والكلام ده كله. برضو كنا جيلنا برضو كان بيلعب في حاجات ماشي، يعني فطير شرقي مش عارف ايه الكلام ده كله، فكنا كل فكرنا ان احنا نخرج وناكل ومش عارف ايه والكلام ده كله. يمكن اللي كان محجمنا شوية هو الفلوس، يعني انا شخصيا مثلا يعني ايه والدي كان بيديني مصروف مثلا ورحمة الله عليه، يعني فكان المصروف بتاعي برضو ما يغطيش الـ 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 الاكل او طموحاتي في الاكل قوي، فالحمد لله برضو انا وزني فضلت محافظ عليه برضو في فترة المراهقة. ليه بقى؟ لاني انا كنت يعني ايه بفرق كتير، بلعب كورة، بتحرك كتير، بركب عجلة، مش عارف ايه الكلام ده كله. ما كانش بقى ايامنا غير الاتاري والحاجات اللي هي البسيطة اللي هي بقى ايه، يعني اخر الليل كده يكون التلفزيون كله بقى خلاص ساب التلفزيون والتلفزيون بيوش، تقعد بقى في الصيف بالليل كده تقعد تلعب اتاري. فبرضو سلوكيات الحياة والامكانيات دي برضو خلت انا بالنسبة لي انا كمصطفى مثلا ان انا ما تخنش في فترة المراهقة، وحافظت على وزن 70-75 حتى لغاية هنقول بقى فترة الشباب، يعني فترة الشباب بقى اللي هي هنقول مثلا عندنا لغاية ثانوية عامة، يعني بداية بقى من ثانوية عامة وبعد كده بقى مع بداية الكلية ابتدت السمنة معايا للأمانة. يعني تعالى بقى في فترة الشباب والثانوية العامة، طبعا كتير من الناس في الثانوية العامة للأسف الشديد بتلاقيهم مثلا قاعدين بيذاكروا والاكل جنبهم، بيذاكروا والاكل جنبهم. في يا جماعه هو كده، هو الاكل والمذاكره اتنين مع بعض حاجتين، يعني تتعامل معامله طرديه، يعني هنا اكل يبقى فيه مذاكره، مذاكره يبقى فيه اكل. وطبعا بعد كده بقى بتلاقي نفسك ان انت ممكن تطلع من الثانويه العامه على الجامعه عندك بقى ايه كرش، وبدايه بقى الدهون وبدايه المشكله الحقيقيه اللي ممكن تفضل مكمله معاك. وهو ده اللي حصل معايا للامانه، ان انا ابتديت اتعود على الاكل الكتير قوي في الثانويه العامه. ما كانش وزني زايد بالمفهوم يعني، ولكن سنه 2000 كده، يعني من حوالي 23 سنه، الواحد كبر والله، من حوالي 23 سنه كده لقيت ان انا ابتديت ان نمطي الغذائي وعاداتي الغذائيه ابتدت تتطور بشكل سيء كتير جدا، وخصوصا بقى ان انا بقى كنت اجي بالليل كده واروح بقى ايه يعني عايز اكل مكرونه. طب ايه ده؟ ما اعرفش، انا عايز اكل مكرونه وخلاص.
فاروح اعمل حله مكرونه واقعد اكل فيها لوحدي، اعمل مثلا حله من البطاطس ومش عارف ايه وبتاع واكل فيها لوحدي، اقعد احمر بطاطس واكل فيها لوحدي. وخصوصا الاكل بالليل ابتدى وزني يزيد تقريبا من سنه 2000 لغايه بقى 2000 ونقول بقى و13 تقريبا، ابتدى وزني يزيد حوالي 50 كيلو. ساعتها انا بقى ابتديت امر بمرحله الجامعه، ما بعد الجامعه ابتدى وزني يزيد اكتر في مرحله المراحل بقى بتاعت الجواز. ويمكن كتير من السيدات مرحله الجواز دي بالنسبه لهم مرحله فارقه في حياتهم، يعني الست من دول بسم الله ما شاء الله بتكون داخله وماسكه في جوزها بقى في الفرح كده وتنتربين تنتنتن وايه بقى وخلاص بقى وانا خلاص بقى يعني الحمد لله واتجوزت ومش عارف ايه، وتلاقيها صورها في الفرح حاجه، وتيجي تروح مثلا بعد مثلا نقول بعد سنه ولا حاجه تلاقي حد تاني، ايه ده فين العروسه اللي انا كنت حاضر الفرح بتاعها، لا دي واحده تانية. وهو ده اللي بيحصل مع كتير من الستات، ويمكن اتكلمنا في الموضوع ده كتير، وان هم حتى اللبس بتاعهم اللي بيشتروه في الفرح ما بيعرفوش يلبسوه تاني بعد فتره الحمل والولاده والكلام ده كله. وطبعا هي بيبقى عندهم حجه نقول بقى ايه حجج الهرمونات والولاده والكلام ده كله. ولو انت بصيت لجوزها تلاقيه هو كمان تخن، طب هو ماله بالهرمونات يعني؟ هو ده هو لازم تفهم ان كل المراحل اللي هتعدي عليك من اول الطفوله حتى المراهقه الشباب بعد كده فتره الزواج ما بعد الزواج والعمل والكلام ده كله حتى ان انت توصل لكبر السن وان انت في ناس بتتخن على كبر، يعني في ناس وزنها بيزيد على كبر. بس ده يمكن برضو الفتره اكتر فتره للامانه هي فتره الزواج، يعني اكتر فتره انا شفت فيها زيادات في الوزن هي فتره الزواج، يعني ما بعد الزواج بتلاقي الدنيا ضربت منك يعني، ودي اللي بنركز عليها شوية يعني. فتلاقي بقى ان لو انت بصيت على مراحل تطور فيه من اول يوم اتولدت فيه لغاية الفترة اللي انت عايش فيها دلوقتي بقى ايا كان انهي هي الفترة، يعني هتلاقي ان نمطك الغذائي هو الغلط. يعني لما يجي واحد يقول لي اصلا ابني طالع وزنه زياده ده علشان خاطر مثلا وراثه، اقول له انت بتشتغلني، مفيش حاجه اسمها كده. يقول لي لا 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 ده في دكاتره بيقولوا ان دي وراثه ومش عارف ايه. الوراثه هو ان انت طبيعي جدا ان انت لما تاكل وزنك يزيد، تاكل زياده وزنك يزيد، ده طبيعي. لكن وراثه سمنه مفيش حاجه اسمها وراثه سمنه، يعني وراثه للسمنه لا مفيش كده. في ان انت ورثت عادات غذائيه، طلعت لقيت والدتك بتاكل اكل غلط فانت هتاكل زيها اكل غلط، طلعت لقيت والدتك بتحاول ان هي مثلا او والدك بيحاول ان هو يكبر دماغه فتقعد تزن عليه تقول له انا عايز اكل سندوتش من بره ومش عارف ايه، يقول لك طب روح خد فلوس وروح وهات ومش عارف ايه، ما عندوش رقابه على طفله. وخصوصا بقى يعني المرحله بتاعت اللي هي النقل ما بين الطفوله والمراهقه، مرحله البلوغ دي ناخد بالنا منها قوي مع ولادنا. ويمكن انا دلوقتي بيتابعنا يعني اشبال، فيعني لو انت من الاشبال وبتتابعنا يعني يا ريت تكتب لي في التعليقات، ده بيفرحني. ولما بلاقي اشبال بيقابلوني في الشارع وبيسلموا عليا ويتصوروا معايا والكلام ده كله ببقى مبسوط جدا انا وصلت للجيل ده. الفتره بتاعت النقله ما بين الطفوله والمراهقه دي فتره كبيره جدا ومهمه جدا جدا جدا، لان الفتره دي زي ما قلت قبل كده ان الطفل بيتكون جواه او بيتكون حتة بقى ان عنده عدد الخلايا الدهنية بيفضل ثابت. يعني لو هو في فترة الطفولة وزنه زايد وعنده مثلا يعني 20 خلية دهنية، فبيطلع لفترة المراهقة بعد البلوغ بال20. طيب لو هو خس هو في فترة الطفولة مثلا قبل ما يبلغ مثلا، ايه اللي بيحصل؟ عدد الخلايا الدهنيه دي بيقل من 20 مثلا يقل ل10 مثلا، يعني احنا بنقول رقم مثلا فرضي يعني. لكن انت بعد كده وده بقى اللي بيخليك ان انت مثلا لما يقول لك مثلا ان انت عندك قابليه لزياده الوزن، قابليه يعني ايه؟ يعني وزن اكلت زياده وزنك هيزيد. لكن لما بيكون بقى عندك الخلايا الدهنية بالعدد الكبير ده ويحصل لك ان انت مثلا بتخش مرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ بعد بالعدد الكبير من الخلايا الدهنية بتفضل عددها ثابت، ولكن انت بقى بتتحكم في حجمها لما بتخس. خسيت حجم الخلايا الدهنية بتاعك بيقل، مش عددها بيقل، حجم الخلايا الدهنية بتاعتك بيقل. نفس الكلام برضو في مرحلة الزواج. مرحلة الزواج دي يمكن من اكتر المراحل اللي بتمر بيها وخصوصا السيدات. سيبك من الرجالة، الرجالة بيتخانوا على تخن الستات، يعني الست تاكل فهو ياكل، ما احنا قاعدين ناكل. وحتى تلاقي بعض الرجالة للاسف الشديد بيجبروا السيدات على الاكل، يعني يجي يقول لها انا شغال طول النهار وراجع بالليل متاخر كل معايا، فتلاقيها هم خلاص غيروا نمط غذائهم للاسف الشديد لنمط سيء. فناخد بالنا مرحلتين مهمين جدا جدا جدا، مرحلة للأمانة يعني مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة،
مرحلة الشباب، مرحلة الزواج، يعني المراحل دي من المراحل المهمة. المراحل اللي بعد كده بقى ان انت مثلا ايه يكون انت وزنك زاد عن كبر، للأمانة ما شفتهاش وما لاحظتهاش قوي مع بعض الناس. لقيت ان الناس او معظم الناس اللي وزنهم زايد هو جاي من المراحل اللي فاتت دي لغاية الزواج. لكن انت تقدر تغير نفسك في اي مرحلة من المراحل، وتقدر تقول لي برضو في التعليقات انت كنت وزنك زايد في اي مرحلة وقدرت تتغلب عليها في اي مرحلة. عشان كده انا نصيحة ليك، في اي مرحلة من مراحل حياتك حاول تلحق نفسك، وخصوصا في البدايات، في الطفولة لو قدرت، في المراهقة لو قدرت، في الشباب لو قدرت، لاني بعد كده هتلاقي نفسك ان الموضوع بيبقى صعب عليك، لانك طول الوقت انت عمال تكتسب عادات غذائية غلط. وصدقني موضوع السمنة مش وراثة ابدا، ولكن اللي انت ورثته فعلا هو عادات غذائية سيئة. فالحق نفسك وانقذ نفسك علشان تفضل عايش بصحتك ان شاء الله طول حياتك. تحياتي ليكم، واتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم. سلام عليكم.